نروح لموضوع تاني. امبارح تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية صناعية مصر، واللي بتستهدف إعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية وتخريج دفعة من الشباب يحافظ على الهوية المصرية وكمان يطورها. خلينا نتعرف أكتر على خطة تخريج الدفعة الرابعة من صناعية مصر من دكتور أشرف رضا، رئيس اللجنة المشرفة على مبادرة صناعية مصر ورئيس تنفيذي لمجمع الفنون والثقافة. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير محمد، صباح الخير جمانه. يا اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين ايه هي مبادره صناعيه مصر. والله يعني المبادره طبعا بتنظمها وزاره الثقافه وخاصه صندوق التنميه الثقافيه، وليها اهداف محدده وهامه جدا في هذه الفتره اللي احنا فيها. اولا لابد من ان احنا نحافظ على الحرف التقليديه والتراثيه، لان في بعض الحرف مع الاسف الشديد بدات في مرحله الاندثار هتندثر لعدم وجود طبعا توريث في هذه المهنه، او ان يعني الابناء المحترفين ما بيستمروش في المهنه او الحرفه الفنيه بتاعتهم. عايزين نحافظ على كل الحرف التقليديه التراثيه الاصيله اللي طالعه من مصر، فين من ايام بعضها من العصر الفاطمي وبعضها من المصري القديم وغيره. ايضا تشغيل مئات بل الاف من الشباب في هذه الحرف، لان ده مش على مستوى الجمهوريه كلها. ونحيي كل التراث المصري الاصيل بتاعنا، سواء عن طريق تسويقه وعن طريق صناعته وبيعه وفتح منافذ في المحافظات وتفريخ زي ما بنقول، يعني تفريخ كوادر صناعيه تراثيه جديده تقدر ان هي تحمي هذه الحرف في المستقبل. عظيم. ده هدف اساسي يعني. طيب يا فندم، احنا بنتكلم اتفضل. الحرف دي طبعا يعني هو يمكن المعروف عنها او المتعارف للجميع ان هي يعني الخزف والحلي لا ده في حرف ثانيه كتير، يعني صناعه القيمه، صناعه الزجاج الملون المنفوخ، الخياميه، التطعيم بالصدف، التطعيم، كل ما هو حضراتكم طبعا فاكرين لما كنا بننزل زمان خان الخليلي ونتفرج على المنتجات السياحيه، هم يسموها المنتجات السياحيه، احنا بنسميها طبعا الحرف التراثيه الاصيله يعني الاصيله. طبعا اكيد يا فندم. طيب واحنا بنتكلم عن انطلاق المرحله الرابعه من هذه المبادره، عايز اعرف من حضرتك ايه اللي اتحقق خلال الثلاث مراحل اللي فاتوا، او كانوا عباره عن ايه، وازاي ممكن نستغل كمان هذه المبادره في الحفاظ على هذه الحرف التراثيه، ومش بس الحفاظ عليها لكن تسويقها واستغلالها استثماريا. بالظبط، هو المراحل طبعا السابقه حققت اعداد معينه يعني مش قليله، اعداد كويسه، لكن هو المهم في استمراريتها، يعني استمراريه اللي اتعلموا دول ان هم يستمروا في نفس الحرفه او يبتدوا ينتجوا. المرحله الجديده او الرابعه اللي احنا يعني اتشرفنا ان احنا هنكون موجودين في تنظيمها، يعني مش هتتكلم او مش هنشتغل على تعليم فقط، لا هيبقى تعليم وتطوير للحرف. مش هنتكلم على خطط تسويقيه فقط، لا هتبقى تسويق ومنافذ بيع كمان للمنتجات اللي خارجه، يعني عظيم. تطوير المنتج نفسه غير تعليم الحرفي او تعليم الصنايعي زي ما احنا بنسميه، لان احنا كمان ما بناخدش مش هناخد يعني عمال فقط او مستوى معين فقط، لا ده في طلاب كليات الفنون بالمئات بيقدموا للمشاركه في مبادره صناعيه مصر، في ناس كبيره حتى بره جيل الشباب، في ناس كبيره سنها كبير وهي بترى ان هي عايزه تحترف هذه المهنه او تشتغل في هذه الحرفه، في ناس متوسطه، بس احنا هنحتاج يمكن في المرحله الجايه دي التفرغ الكامل، تفرغ كامل علشان يقدر يطلع الحرفي او الصنايعي او احنا هنسميه الفنان كمان لانه بيشتغل في فن. صحيح. فيطلع بروفيشنال محترف يقدر ان هو يستمر في هذه الحرفه، ونقدر الحرف دي نخرج بيها بره مصر كمان.
بره مصر في معارض دوليه، في جذب السياحه، في حاجات كتير جدا. بكل تاكيد يعني دكتور اعذرني للمقاطعه، لكن يعني نظرا لضيق الوقت، لكن حابين برضو نعرف الساده المشاهدين يا فندم، لو اي حد حابب يشترك في هذه المبادره ازاي ممكن يشترك، او ازاي ممكن يدخل حضرتك على الموقع صندوق التنميه الثقافيه، ودكتور هاني ابو الحسن ابتدى من النهارده او من بكره هينزل الاستماره علشان يملاها ويقدمها، وهيخش في الاختبارات ان شاء الله، وربنا يوفقهم جميعا ان شاء الله يا فندم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اشرف رضا، رئيس اللجنه المشرفه على مبادره صنايعيه مصر، وايضا رئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافه.